مؤخر. احنا اهتمنا على المدى هذايا يعني نتابعوا التطورات التقدمات هذيا يعني نعاونوا في بعض العائلات المحتاجه المساعدات اللازمه باش نعاونوا على مواجهه الموجه هذيا ان شاء الله نكونوا نسهلوا للمواطنين ونسهلوا لكل المواطنين بتالا باش يواجهوا الموجه هذيا وتتعدى. ولكن في الجانب الاخر زاد اللي يزيد الفلاحه وان شاء الله الشتاء وان شاء الله هذه نوصلوا تزيد الفلاحه باش نحسن الوضع الفلاحي.